أخوتي وأخواتي في عالم الزراعة والنباتات المنزلية، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. اليوم حديثنا عن الجزانية أو الجزانية. طبعا هذا النبات جميل جدا، والأزهار سبحان الخالق العظيم مميزة جدا، فائقة الجمال. طبعا بيها ألوان كثيرة جدا ومميزة، نبات حولي دائمي، طبعا يتكاثر بالبذور والخلفات. طبعا هاي بعد ما تتيبس هاي الأزهار تتحول إلى هاي البذور مالتها. هاي البذور ممكن جمعها وزراعتها بالربيع، أو تزرع يعني الآن بعد وقت الزراعة، بس ممكن جمعها وزراعتها ببساطة. ممكن أنه تحفر مكان بصف هذا هيتشو تتركها حتى تنبت. فالنبات سهل التكاثر. شوف البذور هاي تتناثر ايضا، فبمكان ما تتناثر ممكن جمعها وزراعتها مع بداية الربيع بالموسم القادم ان شاء الله. فهاي هاي النوع التكاثر مالته. طبعا الالوان كثيرة جدا، وكو انواع قزمية، وكو انواع لا تكون شوية يصير ارتفاعها يعني تقريبا يوصل الى 30 سنتيم، بينما القزمية يوصل تقريبا 15 او اقل 20 سنتيمتر. شوفوا جمال الازهار سبحان الخالق العظيم على الجمال. طبعا تصوير من حديقة المنزلية العراق محافظة بابل. شوفوا هذا الجمال، شوفوا هاي البذور ان شاء الله راح نجمعها. ومن هنا نصفها، هاي عندنا البتونية الصحراوية. شوف اخوان الاعزاء هذا اللون من الجزانية جميل جدا. طبعا هنا بصفها هاي هنا عنبر كشمير من هذا النوع. هاي ازهار عنبر كشمير بصفها. هاي طبعا هم بذورها بدأت تجمع بذور. وهنا ايضا عنبر كشمير او عندنا جمالها تسمى هنا عيون سوزانة. بس هنا الحديث مالتنا حول الجزانية. شوف الجمال يعني مستمرة بالتزهير. هنا طبعا هاي زهرة البابونك قريبة عليها. بذور البابونك طبعا نزرعها في شهر 9 و10، تستمر بالتزهير طول هاي الفترة. شوف هنا الجمال، جمال الجزانية متوفرة بالمشاتل بأسعار مناسبة جدا. نشوف سبحان الله العظيم على هذا الجمال. شوفوا جمال الجزانية. سبحان الخالق العظيم. طبعا هنا الكتان الاحمر لحد هاي اللحظة مزهر، وهنا هذا النوع من القطيفة سبحان الله. وهاي بذورة، هاي بذور القطيفة. شوف هذا النوع ينتج كميات كبيرة من البذور ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا النوع من القطيفة يصير مرتفع يعني يوصل نص متر او اكثر. شوف جمال الازهار. هنا الكفشة، هنا عنبر كشمير، وهنا بعدها الاقحوان يزهر. هنا ايضا عندنا الجزانية صايرة جواها. شوف اخواننا الاعزاء جمال ازهار الجزانية. طبعا تزرع بالشمس المباشرة او منطقة نصف ظل. هاي البذور مالتها تتساقط. طبعا تنبت. شوف بس هنا عندنا هنا بذور نابتة. هنا شوف هذا الجمال سبحان الخالق العظيم على هذا الجمال. شوف اخوان الاعزاء طبعا هنا شوف الثاني ما غاسلها لان هاي بيها تراب والجو مترب اليوم سبحان الله، من موجة تراب الى موجة اخرى.
هاي لو كانت مغسولة تكون أجمل بكثير يعني. طبعا هنا رجع عندنا العفو الزينية، رجع بالتزهير جميل جدا فاق الجمال. هنا طبعا عندنا عصا الذهب، شوفوا هنا هاي الزينية، وهنا الجوري، وهنا الجتروبة. خلينا هنا طبعا هنا نشوف هسه اخوان الاعزاء، راح خلينا هنا ونرجع هنا. شوفوا هنا العفو، هذا هاي الالوان مال القزانية، شوفوا الجمال، سبحان الخالق العظيم على هذا الجمال. طبعا اخوان الاعزاء هنا حبيت اوضح شغله، شوفوا هسه هنا رجع الداوودي او الاراوله بالتزهير، يعني احنا اليوم 20/5 ورجع بالتزهير مره ثانيه. طبعا هو يزهر بالخريف لكن يزهر مره اخرى في بدايه الصيف وشهر 6 وحتى مرات بشهر 7 اذا توفرت له الظروف المناسبه. اخوان الاعزاء هذا ايضا هنا مزهره الاراوله، طبعا هنا نزارعها عقل شهر 12، سبحان الله نجحت وزهرت. طبعا راح اخذكم جوله قصيره، ايضا حتى تشوفون بعض النباتات والازهار اللي مزهره حاليا. وهاي اللي امامكم هي ورد القهوة اللي هو تمر حنا افرنجي، شوفوا جمال الازهار. ايضا بدت بالتزهير في حديقة المنزلية. طبعا هنا عندنا اللون الابيض واللون الوردي، وعندنا اللون البنفسجي، وعندنا اللون الاحمر القزوي. طبعا اخوان الاعزاء عنبر كشمير يعني ورد صيفي بامتياز هو والزينة، شوفوا تحمله للظروف وللجمال، سبحان الخالق العظيم. طبعا هنا ايضا عندنا شوفوا جمال الكتان الاحمر، ايضا مقاوم. هنا طبعا حلقة 7 لحد هاي اللحظة مزهر وجميل. شوفوا جمال هنا البيتونيا والأسترة، أيضا ممكن زراعته بالسنادين أو يعني الأرض. وهنا عندنا إخوان الأعزاء متسلق الوستيريا، شوف إخوان الأعزاء هذا متسلق الوستيريا. هنا الروز، شوف الجمال، هذا الروز، هذا متسلق الوستيريا. اخواني الاعزاء بعد هاي الجولة السريعة في حديقة المنزلية، بصراحة انصحكم بزراعة القزانية. ليش؟ لان هذا النبات يعني يتحمل اقصى الظروف الجوية، محب للشمس المباشرة، يزهر بالشمس المباشرة. لذلك نصيحة ازرعوا هذا النبات وكاثروه ببساطة، يتكاثر بالبذور، من الممكن انه نبتة واحدة تتحول الى عشرات النبتات. يعني انا هاي هسه اغلب الموجودة هنا عندي هي أكثر من البذور. كل سنة أكاثر مجموعة صيدايات كثيرة وقسم أوزعها يعني. وأي سؤال إن شاء الله راح أجاوبكم عليه. بالختام نستودعكم الله في أمان الله. كان معكم أبو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية، في أمان الله.